نكمل في هذا اليوم الخصائص والفوائد المتعلقة بهذا اليوم العظيم، ألا وهو يوم الجمعة. من خصائص يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من قراءة سورة قاف على منبر يوم الجمعة، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أم هشام بنت النعمان ابن الحارث. ولذا ينبغي للأئمة أن يطبقوا هذه السنة التي تكاد تهجر من قبل كثير من الخطباء. ومن خصائص يوم الجمعة كما أسلفنا أن ابن القيم رحمه الله قال: حسب منامات ذكرها وذكرتها في الجمعة الماضية من أن الموتى يعرفون زوارهم يوم الجمعة أكثر منهم لمعرفتهم في الأيام الماضية. لكن لو قال قائل: أتعرف الموتى زوارها في سائر الأيام؟ فالجواب نعم. ما الدليل؟ الدليل كما قال رحمه الله في كتابه الروح، قال: يسمى زائر المقبرة يسمى زائرة، فالآتي للمقبرة يسمى زائرة. والمزور إذا زاره أحد لابد أن يعرف من هو هذا الزائر، وإلا لم يصح أن يطلق عليه أنه زائر. ثانيا، أن الزائر يسلم على أهل المقابر، وإذا كان يسلم فهذا يدل على أن الميت يعرف زائره، وإلا لما كان في هذا السلام معنى. ثالثا، ورد حديث صححه ابن عبد البر واحتج به ابن القيم وضعفه غيره كابن رجب، حديث: ما من مسلم يمر على قبر مسلم يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى يسلم عليه. ومن خصائص يوم الجمعة أنه يستحب للخطباء ألا ينسوا خطبة الحاجة التي هجرت، بل إن بعضهم ربما أنه يخطب في مقدمته بخطبة تشير إلى موضوعه، وربما أتى بها وفيها من السجع المتكلف. ما هي خطبة الحاجة؟ خطبة الحاجة رواها ستة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن مسعود وابن عباس وأبو موسى الأشعري وعائشة وجابر ونبيط ابن شريط، ورواها أيضا الزهري، والزهري ليس بصحابي. ما هي خطبة الحاجة؟ خطبة الحاجة قال ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكرها عند أبي داود، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة. فقيل له: أفي النكاح؟ يعني في الزواج، في ثنايا عقد الزواج. قال: في النكاح وفي غيره. ظاهره أنه من قول ابن مسعود، والطيالسي ذكر عن شعبة أنه من قول أبي إسحاق. إذن قال: في خطبة الجمعة وفي خطبة النكاح وفي غيرها. ومما يدل على أن خطبة الحاجة تكون عند كل حاجة كنكاح وجمعة ونحو ذلك،
ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا وهو من أزد شنوءة كما عند مسلم أتى إلى مكة وسمع سفهاء قريش يقولون إن محمدا به ريح يعني به جنون فقال ضماد لعلي ألقاه وكان يرقي لعل الله يشفيه فلقيه فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقال ضماد أعد علي هذه الكلمات فأعادها عليه ثلاث مرات فقال سمعت كلام السحرة وكلام الكهنة وكلام الشعراء والله إن هذه الكلمات إنها لتبلغ ناعوس البحر أو قاموس البحر يعني لجة ووسط وعمق البحر أبسط يدك لأبايعك فبايعه ذكرها خطبة الحاجة في غير النكاح. ما هي خطبة الحاجة؟ جاء في المسند والسنن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ويقرأ الآيات الثلاث. ما هي؟ التي في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والآية التي في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية والآية التي في أواخر سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية. قال الألباني رحمه الله في تمام المنة وأحيانا يدع قراءة هذه الآيات. إذن هذه خطبة الحاجة فينبغي ألا يدعها الخطباء وألا يدعها أي عاقد نكاح على سبيل الاستحباب. لو تركت أحيانا في ثنايا الجمعة فلا إشكال لكن ليكن الأكثر أن يقولها. وأما ما جاء من زيادة نستهديه ونستنصر به فهي عند الشافعي في الأم لكنها منكرة لوجود إبراهيم بن محمد الأسلمي وقد كذبه الأئمة. وما جاء من حديث عند أبي داود والبيهقي عن رجل من بني سليم أنه قال خطبت أمامة بنت عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنكحني إياها من غير أن يتشهد. هذا الحديث ضعيف ولو صح فإن المقصود منه أنه لو تركها أحيانا فإن هذا من السنة. وهنا لطيفة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرها عنه تلميذه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود. ما هي؟ هنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أتى بصيغة الجمع بينما لما أتى بالشهادة قال وأشهد ولم يأتي بصيغة الجمع ولم يقل ونشهد فلما التفريق؟ فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول قال شيخ الإسلام رحمه الله قال لأن الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد بينما الاستغفار
والاستعاذة والاستغفار يتحملها الغير، فيجوز للمسلم أن يستغفر الله لأخيه المسلم وأن يستعيذ بالله لأخيه المسلم. ولذلك نقول اللهم اغفر لنا وأعذنا، فدل هذا على الجواز. لكن هنا رواية نحمده، والحمد لا يتحملها أحد على أحد، وهي ثابتة كما في حديث ابن عباس عند مسلم ومن طريقين من حديث ابن مسعود، وهي لا يتحملها أحد عن أحد. فما الجواب؟ الجواب أنها أتت مع نسق نستغفره، فدل هذا على اتيانها بصيغة الجمع. الوجه الثاني وهو عندي أحسن أنه أتى بصيغة الجمع في هذه الأشياء المذكورة. لما؟ لأنها طلب، يعني دعاء، ويندب المسلم إذا دعا أن يدعو لإخوانه المسلمين معه. بينما الشهادة، الشهادة ليست دعاء، وإنما هي إخبار عما في قلبك، فأنت تخبر عما في قلبك، لكن لا يمكن أن تخبر عما في قلوب غيرك، وإنما تخبر عما نطقوا به وتكلموا به. ولذا أتى هذا الفرق بينهما. هذه خطبة الحاجة، والتي نحرص دائما على أن نقولها من باب أنها من السنن. ويستحب للخطيب أحيانا أن يقول بعد أما بعد إن خير الحديث، كما عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويصح بعثت أنا والساعة كهاتين منصوب على المفعولية لأجله، ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي وتضبط الهدى، وخير الهدى هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ومن الفوائد المدرجة في يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرض عليه أمر وهو يخطب قطع الخطبة. مثل ماذا؟ عند مسلم أمر سليك الغطفاني أن يقوم فيصلي ركعتين. في سنن أبي داود والنسائي لما تخطى ذلكم الرجل الناس قال اجلس فقد آذيت، وفي زيادة ابن ماجه فقد آنيت، يعني تأخرت المجيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه أبو رفاعة كما عند مسلم أتاه وهو يخطب، قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب لا يدري ما دينه، فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبته وأتي بكرسي قال أحسب قوائمه من حديد، فجلس فعلمني مما علمه الله، ثم قام إلى خطبته فأتمها. وفي السنن لما رأى الحسن والحسين يعثران في ثوب لهما نزل صلى الله عليه وآله وسلم ثم أخذهما. ومن الفوائد المدرجة أن الخطيب إذا دعا لا يرفع يديه، ولا يرفع المأمومون أيديهم إلا في حالة الاستسقاء كما جاء في الصحيحين، ما عداها من دعاء فلا. وكان إذا دعا صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة من غير استسقاء، وحتى في الاستسقاء لم يكن ليستقبل القبلة، وإنما كان يستقبل أصحابه رضي الله عنهم. وبالتالي فإنه صلى الله عليه وآله وسلم
لا يرفع يديه، وإنما عند ذكر الله والدعاء يشير بأصبعه السبابة. ولذلك عمارة ابن رؤيبة كما عند مسلم لما رأى بشر بن مروان يرفع يديه قال: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا يقول هكذا، وأشار بأصبعه السبابة. ومن هنا ما يفعله بعض الخطباء من تحريك الأيدي في ثنايا الخطبة على وجه الاستمرار، هذا لا يعلم له أصل في السنة إلا إن دعت الحاجة كأن يبين شيئا فلا إشكال. والدليل ما جاء عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: يأخذ الله السماوات والأراضين بيده ويقول أنا الملك، فيقبض أصابعه ويبسطها، قال ابن عمر: قال فرأيت المنبر يهتز من أسفله، فقلت: المنبر ساقط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على التسليم بأن هذه الخطبة خطبة جمعة. إذن ما يفعل على وجه الدوام من تحريك اليدين من قبل الخطباء هذا لا يعلم له أصل في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلا إن دعت حاجة فلا إشكال في هذا. ومن الفوائد المدرجة هنا في يوم الجمعة أنكم ترون بعض الخطباء يعتمد على عصا في الخطبة، ليعلم أنه جاء حديث عند أبي داود وحسنه ابن حجر رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتمد على العصا إذا خطب، إذا كان في الحضر، وإذا كان في الحرب اعتمد على قوس، حديث ثابت. لكن هذا متى؟ قبل أن يتخذ المنبر. لكن لما اتخذ المنبر كما قال ابن القيم رحمه الله لم يعتمد لا على عصا ولا على قوس، قال: وما يظنه أنه كان يعتمد على سيف، إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، قال: فهذا كلام باطل، إنما هو ظن الجهال. قلت: لما هو باطل؟ لأن دين الله ما قام بالسيف، ما قام إلا بالعلم. أكبر مدينة وأعظم مدينة وهي المدينة النبوية ما افتتحت بالسيف، إنما افتتحت بالعلم. السيف منفذ، فيما لو أن أعداء الدين وقفوا عثرات حجر أمام الناس للدخول في الدين، هنا السيف منفذ، وإلا فالدين ما قام بالسيف. إذن كان يعتمد على عصا قبل اتخاذه المنبر، لما؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب يستند على جذع، فأتاه رجل فقال: ألا أصنع لك منبرا؟ فصنع له منبرا من ثلاث درجات يقعد على الدرجة الثالثة. فلما صعد صلى الله عليه وآله وسلم المنبر حن الجذع شوقا إلى ذكر الله، فنزل صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمع صوته الصحابة رضي الله عنه، فاحتضنه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري. عند أحمد وغيره قال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وعند الدارمي أصبح له خوار كخوار الثور، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بدفنه فدفن. ولم يكن المنبر في وسط المسجد، وإنما في الجهة الغربية كما قال ابن القيم رحمه الله. ومن الفوائد المدرجة في يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث
معاذ بن أنس عند أحمد وأبي داود نهى عن الحبوة بكسر الحاء وبضمها الحبوة، والإمام يخطب. ما هو الاحتباء؟ أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويربط ساقيه مع ظهره بحبل أو بيديه، هذا هو الاحتباء، ويسمى بالحبية ولا يعرفه إلا العرب. أتدرون أن العرب تسمي الاحتباء، تسميه جدارا وحائطا؟ لما؟ لأنهم في الصحراء يستخدمونه، فيكون بمثابة الحائط والجدار الذي يستند إليه إذا كانوا في فلات من الصحراء. ولذا الصحيح أنه ينهى عن الاحتباء والإمام يخطب يوم الجمعة. فعله بعض الصحابة لبيان الجواز فلا إشكال، لكن الأولى بالمسلم، لأن هناك من يرى أنه يمنع المسلم منعا باتا من الاحتباء والإمام يخطب قبل الخطبة، لا إشكال في ذلك. النهي فقط هنا والإمام يخطب. إذن إذا كان الاحتباء نهي عنه، إذن كما قال الخطابي في معالم السنن، الاستناد إلى الجدار والإمام يخطب أعظم من الاحتباء. لما؟ لأن العلة الموجودة في الاستناد إلى الجدار أعظم من العلة في الاحتباء. لماذا نهي عن الاحتباء والإمام يخطب؟ خيفة من أن ينتقض وضوءه، وخيفة من أن يغلبه النعاس، ومعلوم أن الاستناد إلى الجدار أعظم في هذا من الاحتباء. وأما ما جاء من حديث النهي عن الاحتباء مطلقا فهو محمول على ماذا؟ محمول على أن من عليه ثوب واحد ربما أنه في ثيابهم السابقة، ليس في ثيابهم، لأنهم كانوا لا يلبسون السراويل إلا عند الندرة، فربما أنه لو احتبى ظهرت عورته، ولذا احتبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في بعض الأحاديث. لكن كما قلت النهي هنا والإمام يخطب. ومن الفوائد المدرجة هنا التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند والسنن من حديث ابن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن التحلق يوم الجمعة، سواء قال العدد أم كثر، خلافا للطحاوي الذي تجاوز في القلة. إذن التحلق منهي عنه قبل الصلاة. لما؟ لأن الناس مأمورون بخطب عظيم وهو التبكير إلى صلاة الجمعة والذهاب إلى الصفوف الأول والتراص فيها والاستماع إلى الخطبة والتفرغ لذلك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلونه، وإنما إذا أتوا صلوا رضي الله عنهم. والنهي عن التحلق يوم الجمعة يدل على أنه يجوز بعد صلاة الجمعة، وكذلك يجوز في الأيام الأخرى. وقد جاء بلفظ عند أحمد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلق، جمع حلقة بإسكان اللام. أيصح أن نقول حلقة؟ الآن معظم ما نتحدث به نقول لجمع حلقات حلقة، أنكرها بعض علماء اللغة وجوزها سيبويه. إذن الكثرة والتي لا خلاف فيها أن تقول عن الحلقة الحلقة ولا تقول حلقة، لو قلت حلقة فقد جوزها بعض أهل اللغة ولا إشكال في ذلك، لكن الأحسن والأنسب أن تقول الحلقة وليس الحلقة. يقول الخطابي رحمه الله، يقول كان أحد مشايخنا، انظروا ابن آدم ضعيف ولو كان عالما، الإنسان يعتريه الضعف، فلا أحد يغتر بعلمه ولا بحفظه ولا بفهمه، أنت ضعيف. يقول الخطابي
كان أحد مشايخنا يقرأها، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلق قبل الجمعة، فيقول لما قرأها: قلت إنما هي نهى عن الحلق. قال: والله إني من 40 سنة لفي حرج، لا أحلق شعري قبل الصلاة. فيقول: فدعا لي وجزاني خيرا. قال: وكان من المشايخ الفضلاء. نعم، لأنه رجع إلى الحق، ولو كنت عالما ولو كنت شيخا الواجب عليك أن ترجع إلى الحق. فخلاصة القول أن التحلق منهي عنه منه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من حديث عمار قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. وجابر بن سمرة كما عند مسلم قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطبته قصدا. إذن الأصل في الخطب التخفيف، لكن ما هو هذا التخفيف؟ التخفيف أمر نسبي، وليس معنى ذلك أن التخفيف ما يفعل من إلقاء الخطبة هكذا دون تحضير ودون إعداد كما يفعل من قبل البعض، كأنه أمر ثقيل على رأسه يريد أن يتخلص منه. ووالله إن كل خطيب لمسؤول أمام الله، ولسيما في هذا الزمن، عما يقوله. لما؟ لأن الناس يجلسون لك، وهو الوقت الوحيد الذي يأتي المسلم من طوع اختياره، وقد فرغ قلبه ووقته لك من أجل أن يسمع منك خيرا. أما أن تلقى الخطب من قبل بعضهم هكذا على أنها خطبة وانتهى الأمر دون أن يخرج الناس من غير فائدة فإنه محاسب. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقرير التوحيد ولبيان أصول الإيمان وما أعده الله عز وجل لأوليائه ولأهل معصيته. قال: فيخرج الصحابة رضي الله عنهم بعد خطبته وقد أحبهم وأحبوه، وقد أحبهم وأحبوه. ولكن الأصل هو التخفيف، لكنه تخفيف نسبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب بقاف كما عند مسلم، ويقرأ آية آية ويتأنى. وكذلك هو صلى الله عليه وآله وسلم خطب كما عند مسلم، فقال في خطبته: ونادوا يا مالك. وعمر كما عند البخاري من حديث ربيعة التيمي خطب بسورة النحل حتى بلغ السجدة. انظر، من أول سورة النحل إلى السجدة طويلة جدا، ومع ذلك فالأمر يعود إلى تحقيق المصلحة، ليست إطالة مملة، وأيضا لا تقصير مخل، وإنما بقدر ما يحرص المسلم على إعطاء الخير لإخوانه. ولذلك لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: إن من فقه الرجل أن تكون صلاته أطول من خطبته، لم يقل بهذا، الحديث لم يرد بهذا، فإنما ورد بالنص الذي ذكرته لكم آنفا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والترمذي: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. هذا الحديث وإن حسنه الألباني رحمه الله مجموع طرقه، إلا أن الترمذي قال إسناده غريب ليس بمتصل. ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: هو حديث ضعيف، وجاء عند أبي يعلى من حديث أنس بإسناد أضعف. قال: ولذلك بوب البخاري فقال: باب موت يوم الاثنين. قال كأنه يشير إلى تضعيف الحديث الذي فيه فضل الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. وذكر حديث عائشة من أنها رضي الله عنها دخلت على أبيها كما عند البخاري فقال: كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية.
قال في أي يوم مات؟ قالت مات يوم الاثنين. سبحان الله، ابنته يريد أن يخفف عنها، وهو يعرف كم كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرف أنه مات يوم الاثنين، لكن لما؟ توطئة لها حتى تصبر، لأن هذا الوقت وقت أجله. ولذلك قال إني لأرجو فيما بيني وبين الليل. ولذا هذا ثبات، سبحان الله، فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، يعني عنده يقين وعنده تحمل من أن الموت قادم، ومع ذلك يقول هذا الكلام. وكان عليه ثوب به أثر زعفران مما يمرض رضي الله عنه، فقال اغسلوا هذا وضعوا معه ثوبين وكفنوني بها. فقالوا إنه خلق، يعني قديم. قال الحي أولى بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة، يعني للصديد. وبالتالي مات في تلك الليلة، ودفن قبل أن يصبح يوم الثلاثاء. فنسأل الله أن يرزقنا اليقين والصبر الذي رزقه هؤلاء رضي الله عنه، وهي منقبة أيضا له، إذ مات رضي الله عنه في اليوم الذي مات فيه صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم، وعن عمر هو 63 سنة كما مات صلى الله عليه وآله وسلم.